بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والمحرم مجلسنا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله في كتاب دروس مهمة لعامة الأمة لسماع الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات ومن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمعين الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا مجلس اثنيني في دروس مهمة لعامة الأمة لعشر الخلون من شهر جمادى الآخر لعام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في الباب 17. وفي هذا الحديث الذي تكلمنا فيه في مجالس الماضية عن شيء منه، وبقي لنا فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما عد أولها الشرك بالله، ثم بعد ذلك حذر من السحر، ثم بعد ذلك حذر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحذر من الربا، ثم بعد ذلك حذر من أكل مال اليتيم. والله تبارك وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دل ذلك على أن أكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، وكما قال أهل العلم وذكره الطحاوي وغير واحد أن ضوابط الكبائر هي كل ما توعد عليه بنار في الآخرة أو بحد في الدنيا أو بقوله ليس منا أو بنقص إيمان. وهذا الذي معنا من قول ربنا عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، فتوعد عليهم بذلك وسيصلون سعيرا. السعير اسم من أسماء جهنم عافنا الله وإياكم. قال الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، لأنها تسعر على أصحابها وتتقد عليهم عافنا الله وإياكم. واليتيم هو ما يكون من بني آدم من مات والده قبل بلوغه، وما يكون من الدواب من ماتت أمه، وما يكون من الطير من مات أبوه وأمه، كما بيّن صاحب القاموس وصاحب تاج العروس. والذي يهمنا من هذا هو ما يكون في بني البشر، ولذلك إن بيت السوء هو الذي يهان فيه اليتيم. بيت السوء كما جاء في الأثر هو الذي يهان فيه اليتيم، وكما جاء في السلسلة الصحيحة وغيرها عند ابن خزيمة أن الحديث عن أبي هريرة قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أجد في قلبي قسوة فاستلن لنا، قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يستلن قلبك. هذا هو ترياق من يجد في قلبه قسوة. من يجد في قلبه قسوة تلين القلوب أعمالها كثيرة، منها وجه الدلالة فيما نحن فيه وبصدده الآن أن تطعم المسكين وأن تمسح على رأس اليتيم. قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك الله عز وجل حذر من إهلاك مال اليتيم وأكله إسرافا وبدارا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبر، ومن كان غنيا
فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولذلك كان الواحد من السلف يأتي بالطعام الذي اشتراه لليتيم من ماله فلا يخلطه بطعامه. انظر إلى أي مدى يخافون، كان لما يأتي مال اليتيم لا يخلطه بطعامه، إذا اشترى بدينار لليتيم طعاما جعله له ولم يخلطه بما يأكله هو وأهله. ولذلك الله عز وجل يسألك من كان تحته يتيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر لمن يكفل الأيتام بالخير والبر أنه قال لهم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن بين الوسطى والتي تليها، يعني بين السبابة والوسطى، يعني الفرق في الدرجة كالفرق ما بين طول السبابة وطول إيش؟ وطول الوسطى، والفضل فيهما كالفضل ما بين المقاربة بين السبابة والوسطى. فالأمر أمر الأيتام أمرهم مهم جدا أيها الكرام الفضلاء. ولذلك المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في المال الذي يكون لليتيم الذي في حجره والذي تحت يده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد أكل مال اليتيم من السبع المهلكات، نسأل الله السلامة والستر والعافية، وأمر باجتنابها دلالة على أن الذي يأكل مال اليتيم قد فعل حراما وفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التولي يوم الزحف. والزحف هو حينما يزحف الأعداء على المسلمين، أو أن يزحف المسلمون على الأعداء. ولذلك لا ينبغي لمسلم أبدا إذا التقى الصفان والتقى الجيشان أن يتولى، إلا كما جاء في قول ربنا عز وجل إلا متحرفا، يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ منكم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني سموه الانسحاب التكتيكي كما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه فيما نزل فيه بالمسلمين، لما قال عليه الصلاة والسلام الراية لمن مين من الصحابة النبي أعطاه الراية، قال فإن قتل فلفلان فإن قتل لفلان، لمن؟ لزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، أبو أسامة، قال فإن قتل فلجعفر ابن أبي طالب الطيار، قال فإن قتل فلعبد الله بن رواحة الشاعر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقتلوا الثلاثة في البلقاء بمعان من أرض مؤتة الأردن الآن موجودة في بلاد الأردن. هذا الذي حدث. بعد ذلك ما الذي حدث؟ القواد الثلاثة الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام قد استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذ الراية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيف من سيوف الله، اللي هو من خالد، فانسحب بهم انسحاب تكتيكي وردهم إلى المدينة. قال جاء في الآثار لا تصح مرفوعة كما في تاريخ دمشق وكما في البداية والنهاية وغيرهما، قال فخرجوا إليهم وحصبوهم بالطوب والحصى، قال أنتم الفرار أفررتم من عدوكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار وليسوا الفرار. وقلنا هذا جاء عند ابن إسحاق وجاء في البداية والنهاية وغيره، وفيه انقطاع، ذكرناه فقط من باب الاستئناس. الشاهد أن هذا التولي ما يكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التولي يوم الزحف، ولذلك عده من كبائر الذنوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعده من المهلكات. قالوا ولما؟ قال لأنه يفتح ثغورا في جيش المسلمين ويؤدي بهم إلى الهزيمة، فعليك أن تموت مقبلا غير ماذا؟ غير مدبر. ثم قال وقذف المحصنات الغافلات
المؤمنات. هنا خرج هذا مخرج الغالب، ولكن أيضا ويدخل فيه قذف المحصنين، أي المحصنين أيضا. ما المقصود بالمرأة المحصنة؟ المرأة قال الشاعر في عائشة: حصان حسان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. المرأة الحصان الرزان هي المرأة الشريفة التي لا ترمى بالفاحشة والزنا، والرجل المحصن هو الرجل الشريف الذي لا يرمى بالفاحشة والزنا. فمن قذف محصنا كمن قذف محصنة. لكن هنا الحديث خرج مخرج إيش؟ الغالب، لأن غالب السب يأتي فين؟ يأتي في المرأة، ولا يأتي في من؟ ولا يأتي في الرجال. ولذلك الذي يقذف المحصنة إما أن يأتي بأربعة شهود أو بحد في ظهره حد الفرية 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، يسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة عند من؟ عند أهل القضاء. هذا هو بالنسبة لأدوى. وكذلك الذي يقذف رجلا محصنا إما أن يأتي بأربعة شهود أو بحد فين؟ أو بحد في ظهره. لذلك أيها الكرام الفضلاء، احفظوا ألسنتكم من أعراض الناس. الشيخ محمد المختار لما كنا عليه في دراسة سنن الترمذي يحكي عن امرأة كانت في المدينة تؤذى 25 سنة في عرضها. 25 سنة يتكلم الناس في عرضها. قال: ثم بعد 25 سنة المرأة تؤذى والناس تغلق الأبواب دونها جزاك الله خير، وما تعرف ما الذي حدث، وهي امرأة حصان رزان لا تفعل فاحشة ولا تعرف إلا بخير. قال: حتى بعد 25 سنة قيل لها إن فلان هو الذي كان يقع فيك. فقالت: اللهم إنك تعلم أنه كاذب، اللهم اخرس لسانه. يقول الشيخ: وكان الناس قديما يستعذبون الماء من الآبار، ما كان في إيش؟ بزابيز وصنابير. قال: فنزل يستعذب ماء، يعني ينزح ماء من بئر، فخرجت إليه حية فلدغته في لسانه فلبط من مكانه. الجزاء من جنس العمل. لا تذكرن امرأ بريبة فكلك ذنوب وللناس ألسن، وإن دعتك عينك لذكر معايب فقل يا عين للناس أعينك. وعامل بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. ولذلك الجزاء من جنس العمل. انتبه أن تقع في مسلم. يقول أيضا شيخنا وفقه الله، يقول: وكانت امرأة تأتيها سيارة عند باب البيت الساعة 2:00 في الليل حتى وقع فيها الجيران. قال: ولما تتبع الأمر فإذا هي امرأة قد مات زوجها، والذي يأتيها هم من أهلها ومن محارمها يأخذونها لتبيت معهم حتى لا تكون وحيدة في ذلك البيت. فكم من إنسان تكلف في إنسان ثم بان له بخلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: من تكلم في مسلم ليشينه وقف يوم القيامة على قنطرة لا نفاذ له حتى يأتي بنفاذ ما قال. تكلم في مسلم تشينه وتنقص من قدره، توقف في تلك القنطرة على النار والعياذ بالله، لا مخرج لك منها إلا أن تأتي بنفاذ الذي قلت بحجة وبينة في افترائك على الذي تكلمت عنه. ولذلك انتبهوا، لا تجرحوا الناس، ولا تجلس متكئا على أريكتك شبعانا ممتلئا من المند والمضب والحينئذ وتتكلم في زيد وعمر من الناس: فلان فاسق، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، ويقول لك هذا اسمه جرح وإيش وتعديل. قال شيخنا الشيخ العباد: والجرح والتعديل قد ذهب أهله وزمانه، ولابد له من ضابطين ومن شرطين: كمال وتمام الإيمان وكمال وتمام المعرفة. إنك تعرف فلان هذا، تقول: قالوا لي، سمعت، نقل لي. ولذلك كان السلف يقولون: قل منا ولا تقل عنا. سمعت من الشيخ قال الكلام ده، سمعت من زيد بن عمرو قال الكلام ده، لم تسمع فلماذا تنقل؟ نصر بن حماد كان يحدث بحديث عن إسرائيل عن أبي إسحاق،
قال فخرج إليه شعبة فلطمه، جلس يبكي وكان يجلس تحت بيت شعبة يحدث. فقال شعبة ما باله يبكي، ليش يبكي هذا؟ قالوا لأنك أسأته. قال ألا ينظر الرجل ما يحدث؟ العملية أنك أنت جالس في الواتس وجالس في التليجرام وطلع لك مقاطع وتقدح وتذب وتفسد في الناس. قال فلما خرج للرحلة لطلب الحديث وجد أن الحديث لا يصح، فشكر شعبة ولم يلومه على ما فعل به. كم من أحاديث في مجالس تدار، وكمن قام عن جيفة حمار أكرمكم الله. كم من أناس وقع فيهم ووقع في أعراضهم وكان كل ما قيل كذب محض. تذكر هذا الحديث دائما، إذا تكلمت في إنسان لتشينه توقف على تلك القنطرة، ما في مرور حتى تأتي بنفاذ ما قلت. ثم عدها النبي عليه الصلاة والسلام من المهلكات وقذف المحصنات، قال ويدخل فيها أيضا المحصن، إنما ذكرت النساء وخرجت مخرج الغالب. نعم. أحسن الله إليك. ومنها تقوم الوليد وقطيعة الرحم. في بعض الأحاديث ذكرت فعدت تسعا، إنما هي من أجناسها. ومنهم من قال أن عقوق الوالدين في بعض أطراف الحديث في غير الصحيح ذكر فيها، وعقوق الوالدين أمره مهم. وبعض الناس يا إخواني، هذه نقطة مهمة جدا، ربما الناس لا ينتبه لها، دائما يتكلم عن بر الوالدة ولا يتكلم عن بر الوالد، ولعمري إنها ثلمة. وبعض النساء سبحان الله تكون مسوية كده حلف إبليس في البيت على الزوج، يدخل لا يلقى استقبال ولا هدمة نظيفة ولا طعام يعد، والأولاد ينظرون إليه شذرا ويتكلمون معه عجرا وبجرا. نقول يا بني إن الذي بينك وبين أمك وأبيك لا علاقة لك فيه. جاني واحد من الناس قال أبي أضرب أبوي، قلت له ليش؟ قال يؤذي أمي. أنت مالك يا ابن الحلال؟ أنت مالك؟ أنت الآن تعتبر من العقوق. ما بين أمك وأبيك يصلحه الله عز وجل ثم يصلحه أنت، لكن إن ضربت أنت أباك بؤت أنت بماذا؟ بؤت أنت بالعقوق. والمشكلة لم تحل، لدرجة أن بعض الناس تجده أنه يستشير الوالدة في كل صغيرة وكبيرة، والوالد هو آخر من يعلم. ليه؟ يقول سوينا لك مفاجأة. تضحكوا علي أنت يعني إيش؟ أمسحها في قفايتي سويتوا مفاجأة. فاجأة إيش؟ هذه أمور جوهرية في داخل البيت، كيف سويتوا مفاجأة؟ كل شيء مفاجأة. نقول أنت بذلك تكون عقيق أباك. لابد أن نعظم جانب الأب في البيت يا إخواني. الأب هو رأس إيش؟ هو رأس الخيمة، هو عكاز الخيمة الأب في البيت. وإن ضاعت قيمة الأب في البيت ضاع البيت مهما كان ومهما بلغ. ومن العجيب نقل ابن إسحاق قال عمر هذا أعجب ما رأيت، قال وماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا يجر رجلا، رجل يجر رجل أعمى. فإذا بالأعمى هو السيد، والذي يجر هو ليش؟ هو المولى، يجره ويضربه ذلك المولى. قال فأوقفته قلت ترفق بذلك الرجل الكبير ماذا تفعل؟ قال دعه يا أمير المؤمنين. قلت ولما؟ قال دعني أقص لك القصة، فكذلك كنت أفعل بأبي. قال فذاك أعجب ما رأيت، كذلك كنت أفعل بمن؟ كذلك كنت أفعل بأبي. فلذلك يا أخواني نعم نعظم جانب الأم، لا يفهم كلامي على المفهم الخطأ، لكن من كثرة ما تأتيني من كلام الناس يقول أنتم دائما تتكلمون عن بر الوالدة ولا أحد فيكم يتكلم عن بر إيش؟ الوالد. ونعم والله كلام حقيقي، ولما تأملنا هذا الأمر وجدنا نعم كم من آباء في البيوت مظلومين من الزوجة ومن إيش؟ ومن الأبناء. لا تحف أخي المبارك، واتق الله عز وجل في أبيك. هذا الوالد لو أصابتك حمى لم ينم الليل والنهار،
أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على أحدهم أمسكت عيني عن الغمض. تجد ذلك الوالد الذي يكد الليل والنهار. بعض الناس يقول لك أنا ما بشوف أبي. نعم إنك لا ترى أباك لأنه يكد من أجل أن تنام ومن أجل أن تلبس ومن أجل أن تستريح. انظر لأباك تلقى عنده توب توبين وانت ما شاء الله عندك ثياب للمدرسة، صح ولا مو صح؟ وثياب للطلعات وثياب للأعياد وثياب للجمع وثياب للجماعات. هل منا أحد من الناس ذهب وفتح دولاب أبيه وعد ثياب أبيه وعد ثياب نفسه؟ حد سواها؟ ما حد سواها. في إحدى الدورات التربوية قيل للحاضرين افتحوا الجوالات، ففتحوا الجوالات، قال نريد أن تكتب رسالة أحبك يا أبي. فوقفوا جميعا لما سئلوا متى آخر مرة أبعدت رسالة لأبي قلت له أحبك يا أبي، متى؟ الذي مات والده أحد الشباب من أهل القرآن فتح الله عز وجل عليه في القراءات العشر، يقول جزاك الله خير، يقول في الرؤيا أرى أني أخبز في مخبز ووالدي يجلس على مكان الخزينة، قال أنا أتعب في الخبيز وهو يأخذ إيش؟ يأخذ المال. قيل له أنت تنصب في فعل خير وأجره لمن؟ لوالدك. قال نعم. قال كان أبي يحملني إلى الكتاب وأنا أؤذيه بالكلام وأهرب، وهو يقول يا ابن احفظ القرآن، الله يرفعك بالقرآن. رجل أمي، لكن يريد أن يستثمر في من؟ في ابنه. النية في إنجاب الذرية. قال ومات أبي وأنا في الثانوية، قال وهداني الله عز وجل، شاء الله لي الهداية فأقبلت على القرآن فحفظته. قيل له هذا أنت الخباز الآن وأبوك يأخذ إيش؟ يأخذ الأجر. كم من والد يوقظ ابنه للصلاة؟ طيب أبوي خلاص أنا بصلي فكني. لا يا أخي المبارك، اتق الله في أبيك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن الله رفع درجة عبد في الجنة فقال بما يا ربي؟ قال باستغفار ولدك لك. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن لم تكن صالح لم تنتفع بأبيه. أحد الناس كان سببا في موت أبيه، فلما مات أبوه وقف على قبره لما تاب بعدين قال يا أبوي سامحني تراني تبت ورجعت إلى الله عز وجل. الأمنية التي كان يتمناها إيش؟ اللي يتمناها الوالد. ولذلك إيش أعظم هدية تهديها لأبيك وأمك؟ جوال، سيارة، فيلا، عمارة، قصر، بيت، كل ده متاع الحياة الدنيا. أعظم هدية تهديها لوالدك أن تكون صالحا، هذه أعظم هدية. أعظم هدية نهديها لآبائنا أحياء وأمواتا أن نكون صالحين. هذا هو الذي نحن نحتاجه، أن نكون بارين. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا. هذا هو أعظم ما نحتاجه أيها الكرام الفضلاء، وأعظم ما نحن نبحث عنه في هذه الدنيا. ما الفائدة أن تعطي لأبيك سيارة وهدية وأنت له عاق؟ ولا تطعمني عسلا بطعم العلقم
وليتك كما قال الشاعر: لا خيل تهديها ولا المال، فليسعد القول إن لم تسعد الحال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال: هل بقي لي من برهم شيئا بعد موتهم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما. من تفقد عمته خالته؟ أختم بهذه القصة. أمس يتصل أحد الناس: رجل أنا ذهبت لزيارته، مات صغيرا مهندس في الاستسي، مات عمره كم؟ 40 سنة. فجأة جاء سرطان ومات رحمة الله عليه. أخته لم تره منذ 15 سنة، فقدمت من بلاد أخرى إلى هنا، ثم أرادت العمرة. لم ينبري ولد من أولاد المتوفى وهي عمتهم أن يصحبها للعمرة. انظر أين البر. من تفقد أصحاب الوالد؟ يقول الشيخ محمد المختار، يقول: كان يأتينا رجل من أصحاب الوالد، يأتينا ونحن كبار، يأتينا يزورنا في البيت ويقف عند باب البيت ويسلم علينا ويبكي. كل الذي يفعله أن يبر صاحبه في وصل أبنائه. هذا المطلوب منك. أنت تبحث عن أصحاب أبيك. ابن عمر رأى رجلا من الأعراب فأنزله من على الدابة وركبوا دابته وشال العمامة وعصبه وشال البشت وسلم وطلع كل صورة المال وأعطاه. ونافع مولاه متعجب: ليه يا ابن عمر؟ إن الأعراب يكفيهم القليل. قال: إن هذا كان ودا لعمر في الجاهلية، وإني سمعت النبي يقول: إن من أبهر البر أن يبر الرجل ود أبيه بعد أن يولي. قال: أبر البر أن أنا لما فعلت هذا أنا أبر في من؟ في أبي الذي مات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أحب عباده. بالنسبة للسؤال بقيته إن شاء الله المجلس القادم نكمله، لم يعد هناك وقت إن شاء الله. اللهم احفظني ما تحب وترضى، خذ من وصلنا البر والتقوى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث لا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا صحا طبخا مشكلا نافع غير ضار. على الضراب والأكام وبطول أودية من أبد الأشجار تسقي به البلاد وتنفع به العباد، تجعله ولا غير الحاضر ولا بأس، يا رحم لا أحد من ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم ارحم أبانا وارضهم الزرار. اللهم ارزقنا جراء أحيائهم، اللهم ارزقنا جراء أحيائهم وأمواتهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا تأمرنا لما تحب وترضى، خذ بنصينا البر والتقوى. اللهم كن المسلمين في الغوضة يا رب العالمين، في كل مكان، فوق كل الأرض تحت كل سماء. كما الكلام ربنا المحمود له المكارم والعلى والي، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما لحق من ولا خذ أخذ دعوانا. الحمد لله رب العالمين.